لنفترض أن لدي منحدر، لنجعل هذا المنحدر، لنفترض أن ارتفاعه 50 متر، 50 متر، وعلى قمة هذا المنحدر لدي سيارة، وهذه السيارة ليست متوقفة على المنحدر، بل إنها تسير عليه، إنها مسألة درامية، دعونا نرى، لدي هذه السيارة هنا، وهي تسير على المنحدر بسرعة 5 متر لكل ثانية، 5 متر لكل ثانية، وأريد أن أعرف ما هو مسار هذه السيارة بما أنها تنزل من المنحدر، لذا دعونا نضع محاور هنا. لنفترض أن هذا محور واي، وهذا سيكون محور اكس. إذن هذا واي وهذا اكس، ولنقل أن هذه هي النقطة. حسنا، نحن نعلم أن هذا المنحدر ارتفاعه 50 متر، ربما أن واي يساوي الصفر على مستوى البحر، إذن هذا سيكون 50. ولنفترض أن هذه النقطة تقع على المنحدر وتقع على إكس تساوي 10، إذن هذه النقطة هي 10 مع 50، ودعونا نفترض أن السيارة تقع الآن على هذه النقطة، وتم البدء بتشغيلها على المنحدر، والزمن يساوي 0، إذن هذا هو الزمن يساوي 0. تي نسبة إلى الزمن، والزمن يساوي 0. سؤالي هو، ماذا يحدث لهذه السيارة كلما توجهت إلى أسفل المنحدر؟ إنها مسألة فيزيائية، ولن أتعمق في الفيزياء، ولن أثبت بعض المعادلات، وأنا أشجعكم على مشاهدة العرض الخاص بعلم الحركة المجردة وعروض حركة المقذوفات إذا أردتم أن تعرفوا من أين جاءت هذه المعادلات، لكن ما نريده هو الحصول على المعادلات ونرى كيف سيكون شكل الرسم البياني. فإذا أردت أن أعرف إكس على أنه اقتران وقت، أريد لون مناسب، أريد لون مناسب وواضح، إكس اقتران وقت، ماذا سيكون؟ حسنا، سوف نفترض أننا على كوكب لا هواء فيه، ونحن في الفضاء. فإذا بدأنا في اتجاه إكس بسرعة 5 متر لكل ثانية إلى اليمين، لا نريد أن نتباطأ بفعل الهواء أو الاحتكاك أو أي شيء آخر. تبعا لقوانين نيوتن للحركة، الجسم المتحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر عليه قوة محصلة. ولن يكون هناك أي قوة محصلة في اتجاه إكس، السيارة ستظل تسير باتجاه اليمين بسرعة 5 متر لكل ثانية، والموقع أو المسافة يساوي السرعة ضرب الزمن، وسرعتنا هي 5 ضرب الزمن، وبالطبع لم تبدأ عند إكس تساوي 0. هذا الزمن يساوي 0، لكنها بدأت عند إكس تساوي 10. فإذا أردت أن تعرف أن البداية كانت حيث إكس الصفر، إذن زائد 10، ولا بد أن يكون هذا بديهيا لك. عند زمن مساوي للصفر، فإن هذه العبارة تحذف بحيث إكس تساوي 10، هذا منطقي. عندما يكون الزمن واحد سيكون بعدنا 5 متر، وهكذا دواليك. هذا كافي، ذلك إكس وهو عبارة عن اقتران عامل الزمن. ربما أنك أدركت أن هذا عرض على المعادلات الوسيطية وليس عن الفيزياء، لذلك إنه من المستحب أن نقول كلمة وسيط منذ البداية. براميتر، براميتر،
والزمن يكون وسيط عندما يتحدث الناس عن المعادلات الوسيطية، مع أنه يمكن أن يكون أي شيء، من الممكن أن يكون نصف قطر أو زاوية أو أي شيء آخر. والآن دعونا نجد قيمة y كاقتران للوقت. إذن y بصورة اقتران للوقت سوف يساوي موقع y الأولي أو y للصفر، وهو 50. إننا على 50 متر معلقين في الهواء، زائد السرعة البدائية في اتجاه y. وفي الواقع لا يوجد لدينا أي سرعة بدائية في اتجاه y، إن السيارة لا تقفز أو لا تسير، إنها فقط تتحرك بشكل أفقي على اليمين والمنحدر يدعمها. إذن ليس لديها سرعة y، لكن إذا كنت فضوليا فستكون سرعة y ضرب الزمن. لكن بما أنه لا يوجد سرعة y ضرب الزمن أولية على الأقل، فلن أضع شيء هنا. زائد تسارع الجاذبية ضرب مربع الوقت تقسيم 2. نريد إيجاد الجيب، وكما تعلمون أعني أنه من الجيد التعرض للفيزياء قليلا لكي تعلموا من أين أتت هذه الصيغ وتعلموا الدفع وراء سبب استخدام المعادلات الوسيطية. إن الجاذبية تتجه إلى الأسفل في هذا المثال، والأسفل في هذا الاتجاه عبارة عن اتجاه واي السالب، واي يمثل النقصان. وفي الحقيقة تعلمون أن هذا ليس بشكل دقيق، لكن الجاذبية بشكل طبيعي هي 9.8 بالعشرة متر لكل ثانية مربعة في معظم الكتب المنهجية، لكن من أجل تبسيط هذا سوف نرى أنها تقريبا 10 متر لكل ثانية مربعة. بهذا المقدار تكون سرعة كل شيء يتسارع نزولا على هذا الكوكب. بما أنه لا يوجد عليه هواء، دعونا نفترض أنه كوكب كتلته أكبر بقليل من الأرض، وبما أنها تتجه للأسفل فإن اتجاهها سيكون سالب. إذن في الصيغة التي لدينا إنه الموقع البدائي، لا يوجد لدينا سرعة ضرب الزمن، لذا لن أضع ذلك هنا. ناقص 10 متر لكل ثانية مربعة مضروبة في تي تربيع تقسيم 2. ويمكنك مشاهدة عروض حركة المقذوفات لكي تجد كيف حصلت على هذه الصيغة. لكن هذا ليس الغرض، الهدف من هذا هو تمثيل ماذا يحدث للسيارات بيانيا، وتتعلم قليلا عن المعادلات الوسيطية. إذن ما هو مسار هذه السيارة كلما نزلت على المنحدر؟ دعونا نضع جدولا هنا. دعونا نضع جدول. إذن x و y عبارة عن اقتران هذه المعادلة الوسيطية الثالثة أي t. إذا سوف نضع t بقيم مختلفة، وسوف نجد قيم x و y، وسوف أختار بعض قيم t بشكل اعتباطي. t تساوي 0، t تساوي 1، 2، 3. وعندما يساوي الزمن 0 ماذا تكون قيمة x؟ x الصفر هذا 0، x تساوي 10 متر. عندما يكون الزمن 1 ماذا تكون قيمة x؟ وهذا x الواحد. إذا أردت أن أكتب ذلك المفهوم، إذا 5 ضرب 1 يساوي 5، زائد 10 يساوي 15. x الاثنين 5 ضرب 2 زائد 10 يساوي 20، وهذا منطقي. في كل ثانية نحصل على 5 متر إضافية إلى اليمين، أو أن x تزداد بمقدار 5 متر. إذن عندما t تساوي 3 فإن 15 زائد 10 يساوي 25، بسيطة للغاية. إذن y أكثر تعقيدا بقليل،
ولتبسيط هذا فإنه يعادل 5/2، إذن 50 ناقص 5 تي تربيع، إذن الزمن يساوي 0. هذه العبارة يتم حذفها، لدينا فقط 50 متر في الهواء. عندما يساوي الزمن 1، فإن 1 تربيع يساوي 1 ضرب 5، أي 50 ناقص 5 يساوي 45 متر في الهواء. هل هذا صحيح؟ أجل صحيح، الزمن 1. ثم عندما يكون الزمن 2، فإن 2 تربيع تساوي 4، 4 ضرب 5 يساوي 20، 50 ناقص 20 يساوي 30. ثم أخيرا عندما يكون الزمن 3، وأقول أخيرا لأن ذلك هو آخر عدد قمنا باختياره، الزمن يساوي 3، 3 تربيع تساوي 9، 9 ضرب 5 يساوي 45، 50 ناقص 45 يساوي 5. دعونا إذن نعين هذه النقاط. إذن عندما يكون الزمن 0، هذا هو ما نحصل عليه. عندما يساوي الزمن 1، نكون على x تساوي 15. إن ذلك بشكل تقريبي كما ترى، إن هذا 15 15. دعوني أعينهم جميعا، 20 25. ثم محور y، دعوني أسمي ذلك بينما نحن عليه، إنه تقريبا 10 20 30 40 50. إذا عندما يكون الزمن 0، نكون على 10 مع 50، أي تلك النقطة. عندما يساوي الوقت 1، نكون على 15 مع 45، أي أن y تساوي 45 و x تساوي 15، وهي تقع هنا. هذا t تساوي 1. عندما يكون الزمن 2، أو على الإحداث 20 مع 30، إنه هناك. إذن هذا بالنسبة للزمن عندما يكون 2. ثم عندما يساوي الزمن 3، نكون على 25 مع 5، نكون هنا. عندما t تساوي 3، وإذا استمرينا بذلك على نقطة ما سوف نرتطم بالأرض، ويمكنك إيجاد في الواقع، تضع أن هذا يساوي 0، وتجد الوقت المعين الذي ترتطم به في الأرض. في الواقع دعوني أفعل ذلك، إذا كان هذا يساوي 0 مع 50، فستحصل على تي تساوي الجذر التربيعي لـ10، وهو أكثر بقليل من 3 ثواني، وهو منطقي. سنرتطم بالأرض بعد أكثر من 3 ثواني بقليل، لكن على أي حال، ما هو مسار هذه السيارة؟ حسنا، سوف تبدو هكذا. ستبدأ بالتسارع للأسفل ومن ثم ترتطم. سترتطم بالأرض خلال 3 ثواني وبضع أجزاء من الثانية. الآن ما هو مثير للاهتمام هنا هو أنه من خلال وضع المعادلة الوسيطية لن نحصل على المنحنى فقط. لقد حصلنا على هذا المنحنى، وهو يبدو كنصف القطع المكافئ، نصف قطع مكافئ يتجه للأسفل. ويمكننا في الواقع أن نزيل التي ونحصل على معادلة ذلك القطع المكافئ، وسوف نقوم بذلك في عروض قادمة. لكن ما هو مثير للاهتمام أنه من خلال جعلها معادلة وسيطية سنعلم اتجاه السيارة. إذا كنت قد رأيت هذا التمثيل البياني دون السيارة وكل شيء آخر رسمته، أنت لن تعلم بأي اتجاه كانت السيارة تتجه. لكننا الآن نعلم أنه كلما ازداد تي سنذهب في ذلك الاتجاه. إذن بإمكاننا أن نرسم بعض الأسهم هنا.
إذن لأن هذه معادلة وسيطية يمكننا أن نرسم بعض الأسهم، ومن ثم فإن أهم شيء هو أننا نعلم بالضبط أين تقع السيارة عند الزمن تي. يمكنك أن تعوض تي تساوي 1.25% ثانية، وستعرفون بالضبط أين تقع السيارة. إذن يمكنكم تعيين هذه النقاط، ويمكنكم اكتساب شعور أنه كلما ازداد الزمن سوف يكون التسارع للأسفل. ولهذا السبب لكل ثانية نبتعدها، فإن مسافة واي سيكون بعدها أكثر فأكثر. على أي حال، أردت فقط أن أعطيكم هذا المثال، على الرغم من أنها كانت مسألة فيزيائية جيدة، فإن النية لم تكن أن أعلمكم الفيزياء، إن النية أن أعطيكم الدافع وراء سبب وجود المعادلات الوسيطية. Parametric, parametric. هذان الشيئان هما معادلات وسيطية. لقد عرفنا x و y على أنهما اقتران معادلة وسيطية ثالثة، أي t بدلا من تعريف y بدلالة x أو x بدلالة y، كما فعلنا طيلة الوقت، وهذا مفيد جدا. أعني أنه يمكنك أن تتخيل أنه عندما يكون لديك مسائل فيزيائية بحيث تريد إيجاد موقع ثلاثي الأبعاد لشيء ما، ومن ثم سوف تحصل على X كاقتران لـ T وY كاقتران لـ T وZ كاقتران لـ T. جميع أنواع المسائل المثيرة للاهتمام أتت من استخدام المعادلات الوسيطية وليس فقط الفيزياء. لكن على أي حال، أعتقد أن المكان الجيد للبدء هو الحافز، لأنه عندما تعلمت المعادلات الوسيطية لأول مرة كنت أقول: لماذا تخلقون الفوضى في العالم الجميل والبسيط باستخدام X و Y عن طريق إدخال معادلة وسيطية ثالثة أي T؟ لهذا السبب، لأنه يمكنك إيجاد مسار الأشياء، يمكنك أن تجد اتجاه شيء ما كلما تحرك على طول المنحنى، يمكنك إيجاد موقعه بالضبط في أي وقت في هذه الحالة، وانتهينا.